الناس ومجحش يخرب بيتك على تصحيش. شبك يا رئيس راكبين شبح بتدعسوا العلا؟ افتح افتح. لا شبك انت شبك انت اللي شبك. اذا راكب شبح العالم بعيونك بطاطا. لك مين نبيل؟ ان شاء الله. واذا كنت نبيل يعني شو بتدعسني اذا كنت نبيل انا؟ لك انا رفيقك عماد. تكون ياسين شو ساوي لك؟ فايت فينا رح تروحنا. شبك نبيل؟ لك انا عماد اللي كنت انا وياك قلت حقوق شبنا. لك ايه والله اهلين عن زيه. تذكر هيك كنا نادينا. اهلي عمو امتى رجعت من استراليا؟ صار لي شي سنتين. وما سألت عني يا عاطي؟ لا يا رجل انا ما سألت عنك. ما تركت اذني، ما تركت حدا، ما سألت عليك. تسأل عنك العافية. شلونها؟ تمام. تجوزت نبي؟ ايه تجوزت وصار عندي ولدي. شو هاي السيارة عم اشتغل عليها؟ شو عم اشتغل عليها؟ هاي ملك الملك لله. شو بنا نبي؟ لا اله الا الله. مننام على شي منصبي على شي. طلع نبي طلع. ايه الله حيو. طلع انا احكي لك طلع. لك اهلين ابو النبل. اهلين العزيز. اهلا وسهلا. هي هي الشباب. هي هي الشباب. الله عيوها. اوكي لا تخاف. شو بنا هاي الساعة؟ ما شاء الله. شو بنا ابو النبل؟ ما شاء الله. بس صدق اني ملاقي كنز انا هلا بقيتها. خلي لي اياها. تسلم لي يا رب. شو هي بتقلع ولا بس على الارض بالضبط؟ الله حيوها. نص طيارة هي. نص طيارة. الله حيوه. يا سيدي الله بيبعت الهموس للي ماله دراس. لا تقول لك يا ابو النبل. لك الله بده يكرمنا يا اخي. وقت الله بده يكرم بيعطي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا سكرني بالقديم. ها بوقف شعر راس. هذا يا سيدي اللي صار معي. بس رب العالمين هيك راد. يعني مرتي عملت حادث وتوفيت الله يرحمها. بتعرف بعد ما توفي صارت بنتي بقى. يعني بتعرف هنيك الجو شلون بتطلع وتفوت وكذا. الحقيقة لا يا ولد، كساب حالك وكساب بنتك. جمع هالقرشين اللي معك ورجع فيهم لبلدك. اعمل لك شي مشروع تفيد البلد فيه. هذا اللي صار. اصلي وابن اصول. وشو ناوي تستثمر؟ يا سيدي معي كم مليون دولار قلت لحالي بعمل فيهم معمل هيك على قدي وبنتج يعني. بس هلا ما انتجت. وليش ما انتجت لهلا؟ آه يا نبيل آه. لا تقلي عوفوني الحياة تبعي من الروتين تبعهم. طالع أسنصيرات نازل أسنصيرات من مديرية لمديرية وما كنت أخذ الترخيص. خلاص اعتبر الترخيص صار بجيبته. شلون بقى؟ بعدين بتعرف. قلي وين واقفة معاملتك هلا؟ معاملتي واقفة عند وحدة اسمها المدام صفاء. صفاء ماري عليها الاسم.